تعال أخي تعال إلى رياض تنتشي تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كان الجو هوا شوية في أنقرة، يعني أقل بكتير من أي نوة كانت بتجيلنا في اسكندرية، لكن على آخر اليوم مطرت شوية في الهوا هذا. وبعدين في الصبح كان في ثلوج مستمرة لحد دلوقتي زي ما انتم شايفين، لكن الحياة طبيعية، يعني الأمور عادية في أنقرة، لكن للأسف الشديد الوضع كان مختلف في اسطنبول. اسطنبول كان في انذار من إعصار قادم، وللأسف تسبب الإعصار ده أو الهواء الأشد بكتير من أنقرة في سقوط طيارة كانت جاية من إزمير لمطار صبيحة. الطيارة نفسها أسمت يعني من الهواء، سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنتابع الآن مع حضراتكم هذه اللقطات الحية المباشرة لهذا الحادث، خروج الطائرة طائرة الركاب عن المدرج المخصص لها أثناء عملية الهبوط. هذه المقاطع تظهر أن الطائرة قد ابتعدت كثيرا عن المدرج، ويبدو في هذا الجزء أنه هو الجزء الخلفي، أما الجزء الأمامي فيبدو أنه بعيدا بعض الشيء عن الطائرة المشطورة. المعلومات المتداولة حول هذه الطائرة أنها كانت تقل 177 شخصا كانوا على متنها، وربما حتى اللحظة ليست هناك أي أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الحادث بحسب المعلومات الواردة من اسطنبول، لكن بطبيعة الحال يبدو أنه حادث كبير. حتى الآن ما أعلن هو وجود جرحى ومصابين بهذا الحادث الذي وقع عند الساعة 6 تقريبا بالتوقيت المحلي في مطار صبيحة جوكتشان، وهو في الجانب الآسيوي من اسطنبول، وهو مطار دولي، ولكن هذه الرحلة كانت يعني قادمة من مدينة إزمير غربي تركيا، وعند أثناء الهبوط حدث هذا الحادث وخرجت عن مدرج المطار. هذه الطائرة تابعة لشركة بيجاسوس التركية، وفي مرات سابقة كانت حوادث أخرى قد وقعت في نفس الشركة لطائرات في أوقات سابقة، بمعنى أن هذه الشركة شهدت حوادث مماثلة لانزلاقات من لطائرات تتبع لها من مدارج المطارات. وبالتالي ما أعلن حتى الآن من معلومات رسمية هو وجود مصابين وجرحى، وأن هناك أشخاص لا يزالون محتجزين في داخل الطائرة تحاول الجهات المختصة إخراجهم. كان بعد هذا الحادث قد نشب حريق في هذه الطائرة، ويعني فورا بعد وقوع هذا الحادث تمكنت أو وصلت إلى المكان الفرق المختصة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من أجل أولا إطفاء الحريق الذي نشب، وثانيا من أجل إنقاذ من المصابين ومن يحتجزون حتى هذه اللحظة. السلطات التركية تقول إن ترجح بأن يكون أن تكون الأجواء أو الأحوال الجوية هي السبب، لأن اسطنبول تشهد الآن عاصفة مطرية قوية جدا ورياح عاتية في هذه اللحظات أو في هذه الساعة. يعني هناك أعداد كبيرة جدا من طواقم الإنقاذ وطواقم الإطفاء والإسعاف والشرطة ومن يهتمون في مثل هذا الأمر ويتابعونه في مكان الحادث، وكلهم يحاولون إنقاذ من هم محاصرون حتى هذه اللحظة داخل الطائرة. للأسف الشديد في ولاية وان شرق تركيا كان في تراكم كبير للثلوج، وكان في انهيار ثلجي، وبعدين حاول رجال المطافي والبوليس والداخلية يعني التدخل لإنقاذ المنكوبين يعني، وتم إنقاذ 30 فعلا، لكن حصل انهيار أثناء عملية الإنقاذ، وللأسف الشديد توفى أو مات 23 شخص، منهم 11 من الإطفاء والشرطة. أبي أوردايم من أوردا var 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 Valibi'ye ben bilgi verdim burada at çekiyor aynı bölge Osman abi yeni bir şey getirdiler seyir GSM getirdiler aynen ben zaten onu Valibi'ye bilgi verdim istasyon kuruldu diye abi büyük abi büyük büyük evet evet
فاللهم اجعله تكفيرا لذنوبنا ولا تجعله عقابا عليها يا رب العالمين. الجو يعني عادي، مش برد قوي، حتى التلج بينزل على الارض بيسيح مية، يعني درجة الحرارة مش سامحة ان التلج يقعد كتير قوي، لكن طبعا تساقط الثلوج كثيف. بس برضو زي ما بقول، احنا شفنا في اسكندرية نوات اضعاف اللي كان عندنا في انقرة امبارح، لكن المشكلة كانت الحقيقة في اسطنبول ومدن اخرى في تركيا. من البداية قبل ما اجي تركيا، لما عملت بحث في الموضوع ده، وده موضوع مهم الناس كتير بتهمله، موضوع البحث في الطقس وفي حزام الزلازل. للأسف الشديد شرق وغرب تركيا وحتى جنوبها وشمالها، يعني أطراف تركيا بشكل عام أكثر عرضة للزلازل، وربنا يستر على أهل اسطنبول. يعني هم متوقعين زلزال قوي في الفترة القادمة القريبة، يعني ربنا يلطف بيهم جميعا. فدايما لما تبحثوا عن مدينة في تركيا تدوروا في الموضوع ده يا جماعة، الله يكرمكم، يعني حتى تطمئن قلوبكم. فلما بتسمعوا عن زلازل في الشرق وفي الغرب، ده للأسف بيحصل من وقت للتاني في تركيا، لأن المناطق دي يعني بحر مرمرة واسطنبول والمناطق دي كلها في حزام زلازل. خلينا نلف الكاميرا كده ونشوف المنظر عامل ازاي بس لدقيقة او دقيقتين. طبعا هتلاحظوا ان الحياة ماشية عادي جدا، الاولاد والبنات رايحين المدارس، مفيش تعطيل. يعني السنة اللي فاتت كان في بعض الايام اللي فيها تعطيل للمدارس بسبب الطقس وكثرة الثلوج، فده ينم عن امرين. الامر الاولاني ان الامر في حدود المقبول، يعني زي ما انتم شايفين التلج بينزل بيسيح، يعني درجة الحرارة مش برد قوي. كمان بينم على ان الموضوع يبدو ان هو جه فجأة قوي. لكن انا لا ارى ان الامر يستدعي تعطيل، يعني على اي حال. حتى الهواء دلوقتي بقى عادي جدا، امبارح كان يعني شديد شوية، واضح ان هو زاد فترة بالليل، لكن انا شفت نوات في اسكندرية كانت اليوفط الضخمة بتطير، يعني ناس كانت بتطير، ناس يعني مش ف امبارح ما كانش الموضوع بالسوء ده، لكن هناخد بالنا ان مثلا في صندوق قمامة طاير اللي هو هناك ده المفروض وزنه اظن يقترب من 100 كيلو فاضي، اظنه كان فاضي عشان كده سقط، لكن فيما عدا ذلك الامور لحد كبير يعني عادية. يعني الشتاء شوية السنة دي، يعني السنة دي ما كانش فيه شتاء كتير، ما كانش فيه ثلوج كتير، لكن ربنا يلطف ببقية المدن في تركيا. اللهم احفظ تركيا وأهلها يا رب العالمين. عربيات كسح الجليد تحركت سريعا، معدل هبوط الثلوج زاد زي ما انتم شايفين. طبعا المشهد ساحر فيما عدا ما حدث من حوادث بالأمس،
ربنا يلطف بينا جميعا يا رب. لكن المنظر ساحر ورائع زي ما انتم شايفين، والجو كويس يعني، بس طبعا الدنيا فضت وتحول الامر وبقى تقريبا مفيش مدارس النهارده. يعني اللي في الوش دي مدرسه، واضح ان محدش راح النهارده خالص، بس ده ما كانش قرار حكومي، ده قرار الناس. في شخص ماشي اهو، أخيرا لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.